اهلين بالعروس. تسلمي لي. عن جد عن جد الخطبه كانت بتطي العقل. تقبريني كنتي طالعه مثل القمر. لك انتي الحلوه. الحمد لله منيح، كانت منيحه الحفله. دخلك ليش ما عملتوها بالمطعم اللي انتي وعمار بتشتغلوا فيه؟ عمار ما رضي، يعني قال ما حلوه بحقنا. هو بيناتنا ايه والله معه حق، صراحه شغلكم بخجل. والله ايه والله صدقيني، بس كنت عندكم من فترة بالمطعم وقعدت راقبكم شلون عم تضيفوا الناس وتاخذوا منهم بخشيش، ايه مثل الشحادين، انزعجت كثير وحسيتكم كثير صغار. ايه لا حبيبتي، هي من وجهة نظرك انت، بس انا كثير مقتنعة بهذا الشغل وكثير بحبه. لورين؟ نعم. خلينا نحكي بصراحة. شو؟ هلا انت عن جد عن جد مقتنعة بهذا الشغل وحبيبتي، ولا لأنه مو صح لك غيره؟ والله حاببته لهذا الشغل صدقيني. يعني كتير فرحانة انت وعم تخدمي على الناس؟ ليش هلأ انا وقت بجي لعندك وانت بتضيفيني بتكوني خدامة؟ ايه لا هي غير. ايه لا مو غير. كان جد انتو مجتمع غريب. يا ستي مثل ما بدك، مهم انت تكوني مقتنعة وفرحانة ومبسوطة. نيحك؟ انا صار لازم امشي. لورين زعلتي مني؟ لا ما زعلت. ايه ما ضيفتي شي؟ خلص غير مرة، اصلا هلأ عمار بيكون ناطرني لحتى احكي معه بسكايب. يعني أكيد ما زعلتي. نعم. يلا باي. إذا هيك ماشي يا عروس. باي باي قلبي باي. تبي على